السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا شارلوت بالليمون اللي غادي نحتاجوا ليها. عندي هنايا بسكويت البودوار، كاينين شي وحدين اللي خليتهم صاينين وكاينين شي وحدين اللي قطعتهم بحال هكا على حسب الطول ديال المول. عندي هنايا العصير ديال الليمون اللي غادي ندير فيه لي بودوار باش نقدر نحطهم في المول. بالنسبه لهذا لا كريم باتيسيير اللي غادي ندير بالليمون، عندي هنايا 4 لتر ديال الليمون ديال عصير الليمون، عندي معلقه كبيره ديال المايزينا، عندي معلقه كبيره ديال السنيده، عندي هنايا جوج بيضات، بيضه غادي نديرها مع لا كريم باتيسيير وبيضه اللي غادي ناخذ غير البيض ديالها باش نطلع لا ميرانغ ايطاليان. عندي هنايا جوج صاشيات ديال الزهر، الا كان عندكم ما زهر تقدروا ديروا شويه. هنا عندي 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي بوغ لا ميرانغ ايطاليان. هنايا عندي ربع ديال لا كريم فريش و 125 غرام ديال السكر كلاصي. اول حاجه بالنسبه لا كريم باتيسيير اللي غادي نديرو، غادي نهرسو بيضه، غادي ندير عليها السنيده، صاشي ديال الزهر، مايزينا، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. من بعد ما تجانسوا العناصر غادي نزيد دابا العصير ديال الليمون، وغنخلط مزيان عاوتاني. من بعد ما خلطناهم مزيان غادي نجيبو كاسرونه الجميله الصغيره اللي غادي نصيبو فيها لا كريم باتيسيير، كندير عليها صفايه رقيقه، وغادي نصفي هاد لا كريم على هاد الشكل بحال هكا. باش هاد الشوائب كلهم ما كيدوزوش. ودابا غادي نديروها على عافيه مهيله. لا كريم باتيسيير ديالنا هي درناها على عافيه مهيله، غادي نبقى نحركها بحال هكا حتى تعقد ليا. لا كريم باتيسيير ديالتنا ها هي وجدات كتعقد على هاد الشكل بحال هكا. لا كريم باتيسيير انا درتها في الطبسيل وسرحتها بحال هكا باش انها تبرد. غادي ندير عليها بيلا ليمونتير، كما العاده كنديروا الفيل على لا كريم باتيسيير ديريكتومون، وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد. دابا غادي نطلعوا لا كريم شونتيي، غادي نديروا لا كريم فريش، غادي ندير عليها السكر حنا مازال باقين في الاجواء ديال العيد والعواشر. كنبغيو دائما نديروا حلوات بحال هكا يكونوا باردين نقدموهم للاهل والاحباب، وهذه حلوه سهله وما فيهاش الفران، يعني كتكون زوينه كون فكره اننا نقدموها. دابا كي شفتوني درت هذا الساشي ديال الزهر، دابا غادي نطلعوا لا كريم شونتيي. لا كريم شونتيي ديالتنا ها هي وجدات، دابا غادي نديروها تبرد حتى هي على لا كريم اخرى ديال الباتيسيير. دابا غادي نبداو نديرو لي بسكوي ديال بودوار ديالنا، غادي نديرهم في المول. انا خديت هذا المول هذا اللي كيتحل من هنا من الجنب، ديجا خديت عباري. كناخدو بودوار كنديرو هنايا الليمون غير من جهه وحده، وكنحطو وكنبقى على هذا المنوال حتى كنكمل كاع الدوره اللي كاينه عندي. كي كتشوفوا انا دورت البسكوي ديال البودوار على الجناب، ودابا كنعمر الوسط على هاد الشكل بحال هكا، يعني كنشوف فين ما كانت ليا شي بلاصه خاويه. دابا لو فون ديالي ها هو وجد، غادي نخليه يبرد واحد شويه باش نقاد عاوتاني لا كريم ديالي اللي غادي نعمر به هنايا الوسط.
الان دابا غادي نخلطوا لا كريم باتيسير ديالنا ديال الليمون مع لا كريم شانتيي باش انا غادي نحصلوا على لا كريم موسلين. كي كتشوفوا راه بردات غادي نبدا نزيدها غير بشويه بشويه وغادي نخلطها. لا كريم موسلين ديالنا ها هي خلطناها كتجي على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نجيبوا لاباري ديالنا بلي بودوا ونديروا فيها لا كريم لداخل. لاباري ديالنا ها هي غادي نديروا لا كريم بون. انا درت لا كريم في لاباري. دابا غادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها واحد المده ما بين ساعتين حتى ثلاثه السوايع حتى تشد راسها باش غادي نصيبو ان شاء الله لا موغاج ايطاليان اللي غادي نزوقو بها من الفوق لشغلوط ديالنا. دابا غادي نطلعو لا موغاج ايطاليان. غادي ناخدو بيض ديال البيض ندير واحد القبصه ديال الملحه وغادي نطربو. دابا ملي بدا كيطلع البيض ديال البيض بحال هاد الشكل بحال هكا انا غادي نبدا نطرب وكنبدا نزيد السكر كلاصي بشويه بشويه. لا شغلات عندي من بعد ما شدات فراسها بحال هكا غادي نجيبو لا موراغ ايطاليان اللي درنا غادي نسوق بها من الفوق. عاد غادي نحط النقيطات في الاول وانا على هذا القبل انايا غادي نكتفي بهذا القدر. غادي نشد معلقه وباللور ديالها غادي ندير هكا غادي نجر يعني عشوائيا وغادي نشد بريكي هاد البريكي هادو ولا اللي كان عنده شاليمو مزيان وغادي نحاول انني نحرق غير هاد البيصات اللي هنايا اللي شويه كبار باش تعطي داك المنظر ديال الحروبيه فوق من لاطاط.